قد كثرت ذنوبنا واتسعت، ولم تتب أنفسنا ولا انتهت. نسألك اللطف بنا في القدر، ودفع ما نحذره من ضرر. أخونا عبد الرحمن من الأردن، مية. الله يحييك. رأيك السريع في منطقة يلوى؟ والله للأمانة منطقة جميلة جدا، يعني شفناها قبل الثلج، شفناها مع الثلج، إشي رائع جدا، من أجمل يعني الأماكن اللي شفناها. يعني بتنصح الواحد يجي زيارة على يلوى جدا ويستقر في يلوى؟ والله إنها منطقة جميلة جدا، ممتازة جدا. طب أخونا الدكتور محمد العلمات، والله أنا متضامن مع أهل الأردن وأهل محافظة الزرقاء، إنه بالتحديد الصيف إيش عندهم إشي يز... لا يا زلمة، لا وصل الثلج اليوم، وصل الثلج زلمة، في الثلاجة أكثر مني. طبعا الثلج هنا قديش سماكته ما شاء الله؟ والله في تقريبا نص متر. الله العليم إنه في نص متر. هذا الفيديو إهداء لإخواننا في الأردن، لأحبابنا وأصحابنا وأصدقائنا في الأردن، وشباب الصيفي خاصة.